Kari mečka bajkar, kari mečer kupar, tekeri mečar nagar, kari mečar ne haftagar, aravot kelnek zara, nekanči surni hava, hogaš hare barni bara, hey, yar khushta. Ձերների մեջ կապ պայքար, քարի մեջ երկու բար, ձերքերի մեջ առնա مرحبا نحن اليوم الهارستيل احنا day 3 بالهايكينج day 4 بالسفره اليوم منطقتنا شوي فيها خضار وفور وفواكه رح نقطع فيه هلا رح نيجي على بارز ليك وهلا كنا عم نقطع حتى بارز ليك ورح نروح على ديليجان بارك بقى خليكم معنا كل هذا لحتى تشوفوا شو رح نشوف هلا بدنا نتحدث نبلش نمشي شوف صبايا اذا جاهزين جاهزين يا صبايا فاذا نحن بلشنا بالهايك تبعيتنا بديليجان بارك من حد الكريستال ليك عندنا اليوم ووك تقريبا 13 كيلومتر لحتى نوصل على غوشافانك مونستري Here is cemetery from the 15th century. Yeah. Hidden in the nature. Break time. تعبتوا؟ لهالدرجة تعبوا ما قدروا يردوا علي حتى. لا لا نحن ما بنتعب. اوكي هلا فهمت الكريستال بارك بلشنا فيه yes. ننزل نوصل على لاك ما بيفهم شو اسمه؟ غورش اور جايد وقف هون ما بعرف اذا عم بيشوف شي منظر هلا رح نشوف اوه اتس فيري نايس برا هيك هيدا غوشافانك مونستري هلو مرحبا Good, how are you? Come on in. Thank you. عم نتوجه لحتى ننزل على الضيعة نحن وصلنا على غوش هون عم نشوف هيك سوق صغير عاملينه ماركت صغيرة للسوفينيرز هيدي الطاقية الأرمنية تراديسيونيل We are near Goshavank Monastery, which was built in the 12th century. The old name was Getik Vank. Here was one of our famous priests, Abhitar Gosh, who made the first constitution, criminal book of Armenia,
he was a scientific and he made school here, and later after his life, monastery complex was named by Gosh. Also the village named by Gosh. هيدا قالوا لنا انه محفورة على الايد بالابرة. Too much details. هلا عم نفوت على الكنيسة الكبيرة. هون جرن العماد حاطين كمان صورة للمسيح اللي عم يتعمد على نهر الأردن. وهذا الجرن هو للعماد. هون المذبح الرئيسي. كمان الكنيسة للعذراء. وصلنا هلا على المطعم. رح فرجيكم المطعم من جوا. هيدا الخشب تبع السقف عمره 100 سنة. شوفوا الطاولات كيف عاملينه من تحت تبع طاولات الخياطة. رح نترك شنطنا هون تنفوت على الليك. تقريبا مشوار شي ساعة روحة رجعة. طلعة كتير قوية عم اطلعها هلا. وصلنا على الليك. غوش ليك. وهيدا جيكوب بلش يتصيد سمك. وهلا عم نرجع ننزل من غوش ليك. من بعد ما خلصنا الهايك الطويل بس الحلو كتير، هلا رايحين على مدينة ديليجان وهونيك رح يكون الاوتيل تبعنا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب لماي تشانل كيندا كرم.